بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أمس تكلمنا على الـ if statement. if then يعني إذا عايز، إذا في شرط تحقق نفذ، يعني إذا تحقق الشرط ده نفذ الأوامر دي، ما تحقق خلاص ما في حاجة. فنحن الآن عايزين نشوف، لو عايزين نستخدم if else. if else يعني بنحط أمر إف معاه شرط، إذا تحقق الشرط أعمل حاجات معينة. بعد هنا بكتب else. else يعني إذا لم يتحقق الشرط، إذا أنا عايز أشياء تتنفذ إذا لم يتحقق الشرط بستخدم else. if else مثلا، خلينا اشيل واحدة من الستيتمنتس اللي هنا، اعمل لي كت واعمل لي بيست هنا. معنى الكلام اذا تحقق الشرط انه اكس كانت بتساوي 6 نفذ الاوامر اللي تحت بين القوسين هنا. اذا كان عايز عدد من الاوامر، اذا عايز امر واحد نفذ الامر الواحد. طيب إذا كانت x لا تساوي 6، يعني كان الشرط false، حينفذ الأمر اللي بعد else، وبعد ما ينتهي حيكمل الأوامر اللي باقية هنا. الستيتمنت العادية دي بتجي في كلا الحالتين. الآن لو نفذت الأمر ده، طبعا لأنه x لو عملت run للبروجرام بلاحظ إنه اشتغلت x equal 6 و y equal 2، يعني اشتغلوا ال two statement ديل، تنفذوا لانه x، لانه الشرط كان صحيح. ده ما تنفذ لانه تبع else، وتنفذ ده لانه بيتنفذ بعد ما تنتهي ال if statement. اي اوامر بعد بتتنفذ عادي في كلا الحالتين. الان لو غيرت ال condition هنا، عملته مثلا 4، في الحالة دي x equal 4 هيكون false. فولس معناه ما حينفذ ديل التو ستيتمنت ديل تبع الدين، وانما حينفذ الالس بس، ويجي يكمل باقي البرنامج تحت. الان لو عملت ران ملاحظ انه اشتغلت بس شنو زد ايكوال 3، وبعد جاء الامر اند اوف ذا بروجرام. بقى دي فكرة الاف الس. لو عايز انا بعد الالس عدد من الستيتمنت تنفذ ما واحدة زي فكرة الإف، بعمل برضو براكت بعمل براكت زي ده تحت الإلس، وأي عدد من الستيتمنت بعملها هنا. مثلا ممكن خليني اعمل اعمل تاني statement داخل ال else. مثلا خليني اقول هنا نخلي يعمل عبارة بس اللي هي تقول outside else. نفس الستيتمنت دي اعمل منها نسخة كوبي، واجي في ال if اضيف عبارة تالتة توضح لنا نحن inside if inside then if then. الآن لاحظ الكود
إذا كانت إف تحققت حينفذ الثلاثة أوامر ديل لأنه في brackets، وإذا لم يتحقق الشرط حينفذ الأوامر اللي تحت else في البراكت حقها. بعد ما انتهى يا إما دي والذي نفذها حيجي ينفذ باقي الأوامر اللي موجودة هنا أيا كان عددها. ممكن أقول هنا after if statement، الآن لو عملت run لأنه x equal 4 false فما حينفذ اللي حينفذ اللي تحت في else، فحينفذ z equal 3 وحينفذ الأمر inside else السطر ده، وانتهت الإف حيجي ينفذ الأوامر اللي بعد إف عادي اللي هي حيقول after if statement وبعدها end. لو عايز كل واحدة في السطر بعمل في الستيتمنت الأولى new line الآن هذي. لو عملت دي true خليت 6 true، x equal 6 هي true حينفذ الأوامر دي، وبالتالي ما حينفذ else حينفذ اللي بعد ال if اللي هو الأوامر دي. الآن لو عملت run حيكون عندي اللي هو x equal 6 y equal 2 والأمر inside then وبعدها جاي لنهاية بعد طبع after if وطبع end، وكده الفكرة بتاعت if then else. وإلى اللقاء في درس آخر.